ضابط شرطة رئيسي خالدي أحمد رئيس خلية اتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية يارت في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية يارت بمناسبة شهر رمضان المعظم لسنة 2023 وتزامنا واقتراب عيد الفطر المبارك، قامت مصالح أمن ولاية يارت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تحسبا لعيد الفطر المبارك من خلال الأيام الأخيرة التي تشهد حركية مرورية كثيفة، بحيث تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل حماية المواطنين في سلامتهم وممتلكاتهم، كذلك تكثيف الدوريات الراجلة والمحمولة التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، أيضا تدعيم الفرق العاملة في المحاور والشوارع الكبرى لمدينة يارت من أجل تسهيل حركة المرور وضمان الانسيابية المرورية. وعليه أمن ولاية يارت وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتقدم إلى كافة ساكنة مدينة يارت بأحر التهاني وطيب الأماني، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.